أوقع الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف الجماعات الإرهابية والتي جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الأمنة بريف إدلب. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن وحدات الجيش وجهت خلال الساعات الماضية ضربات مركزة على مقرات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في صفوفه في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عدة مقرات للتنظيم الإرهابي كان يتخذ منها منطلقا لشن هجماته على المناطق الآمنة.